هو اجتماع تعقده حكومة الوفاق الفلسطينية في مقر مجلس الوزراء في غزة. الوفد يبحث كافة القضايا العالقة أبرزها إعادة الإعمار وإدارة المعابر وحل أزمة الموظفين في القطاع. بالنسبة لمشكل الموظفين، تعهدت الحكومة بأن تتعامل مع هذا الملف بما يضمن حقوق جميع الموظفين القدامى الذين تركوا وزارتهم في السابق بشكل مر، على أن يتم ملء الشواغر في الوزارات من الموظفين الموجودين حالياً. نحن أمام تحديات كبيرة، نتطلع من جميع الأطراف الفلسطينية التي وقعت على اتفاق القاهرة وعلى إعلان الشاطئ أن توفر الأرضية الملائمة للحكومة لمعالجة قضية الموظفين بعيدا عن أي مناكفات سياسية، لأن هذه المسألة حساسة لدى الجميع، ونحن نتعهد أمام مواطنينا وأهلنا في قطاع غزة بمعالجة كافة قضايا الموظفين في هذا الإطار. إذن المسألة هي بحاجة إلى تعاون الجميع. خارج مقر مجلس الوزراء تجمع عشرات المحتجين، أغلبهم من الموظفين الذين لم يتلقوا رواتبهم من الحكومة منذ 6 أشهر. وأبرز مطالب هؤلاء المتظاهرين الغاضبين هو